هو الحقيقة أنا مش عارف يعني هو صح إنها رجعوا ولا لأ، وبعدين أما رجعوا طب أنا هقول إيه؟ موضوع محير جدا، بس أصل أنا عملتها قبل كده وأنت تقبلتها يعني، فإيه المشكلة؟ يعني إيه المشكلة؟ بس يا عم أنا هراجعه خلاص، يلا يلا يلا. مراجعة كتاب مسابقة أيريد للقصة القصيرة عن موسم 2021، شيرين هنائي، محمد فتحي ومجموعة مؤلفين، كتاب اليوم الأخير، يلا بينا. من المنطقي ومن الواضح ان انا براجع هذا الكتاب عشان انا اخدت جايزه فيه. خلينا نقول التفاصيل. كتاب اليوم الاخير تاليف مجموعه مؤلفين زائد قصتين هديه من محمد فتحي وشيرين هنائي، يباع حصريا على تطبيق ايريد، يعني لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي دي هو مش موجود في المكتبات، الله اعلم بعد كده هيبقى موجود ولا لا، ولكن هو بيتباع على تطبيق ايريد من اللينك اللي موجود في ديسكريبشن هذا الفيديو ومثبت في اول تعليق. وكمان هتلاقي الكود بتاعنا هنا في قناة كوكب الكتب، هتدخله هتاخد خصم، والموضوع ده ليه مفاجأة هايلة جدا 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 معانا في آخر الفيديو، فكمل معايا للآخر. نحكي ملابسات هذا الموضوع. مؤسسة ايريد هي مؤسسة تهدف إلى دعم الثقافة في المقام الأول، يعني مش بيبيعوا كتب وخلاص، لا ده بيعملوا فيديوهات تعليمية للكتابة، بيعملوا هب بيجمعوا فيه اخبار القراءه والادب وايه اللي بيحصل في المستجدات من الوسط الثقافي، بيساعدوا المواهب الشابه عن طريق اكتر من حاجه، منها ان هم كل سنه بيعملوا حاجه اسمها اي ريد اووردز، دي مجموعه من الجوائز بيقدموها عشان يدعموا الوسط الثقافي، يبقى مصر فيها جوائز مهمه مخصصه من الشباب الى الشباب، بيعملوا جزء عن طريق لجنه تحكيم وجزء عن طريق تصويت الجمهور حتى يبقى افضل كتاب، افضل كاتب ناشئ، افضل محتوى صاعد، افضل غلاف، افضل دار نشر، افضل مراجعه مصوره، افضل مراجعه مكتوبه وغيرها. موضوع بقى حلقتنا النهارده هو القصه القصيره. كل سنة بيعملوا مسابقة بتتكلم على موضوع واحد محدد، هما اللي بيختاروك كلجنة ويقول لك اكتب القصة بتاعتك ويحط لك شوية قيود كده، عدد السطور مثلا أو عدد الكلمات، ونتكلم مثلا في الحوار بالعامية أو بالفصحى، والسرد لازم يبقى بالفصحى، ونلتزم بقواعد اللغة وما إلى ذلك. وتخش لجنة واللي يكسب في الآخر يجمعوهم في كتاب ويتم نشره. السنة دي كان موضوع الكتاب هو اليوم الأخير للأرض. تعال نتخيل إن في نيزك جاي هيضرب الكرة الأرضية، وإحنا بنتكلم دلوقتي في خلال آخر 24 ساعة من عمر هذا الكوكب. إيه اللي ممكن يحصل؟ إيه اللي ممكن أنت تعمله؟ إيه اللي ممكن العالم يعمله؟ إيه اللي ممكن يحصل في العالم؟ وأطلق الحرية للناس تتكلم زي ما هي عايزة. نتج عن هذا الكلام ان في 1500 قصة دخلوا الى اللجنة، تم تصفيتهم الى 100 قصة كقائمة طويلة، وبعدين 50 قصة كقائمة قصيرة، 20 هم اللي كسبوا واتجمعوا ونزلوا في كتاب اليوم الاخير بتاع عمل النهاردة. وتحفيزا للناس دي عشان تكتب، تم الاستعانة بقامتين في الادب، محمد فتحي واحد من تلاميذ احمد خالد توفيق ونبيل فاروق، وشيرين هنائي تلميذة العراب، عشان يقدموا قصتين شرفيتين جوه العمل نفسه، وطبعا كلهم بيدوروا في الاطار اللي احنا اتفقنا عليه، اليوم الاخير للارض. ومفاجأة بقى يا صديقي ان انا مدعو للحفل بتاع الاطلاق اللي تم في اخر نوفمبر، توزيع الجوائز يعني، كبوكتيوبر، كواحد من الناس اللي موجودين في المنظر او المظهر الثقافي المصري. لا اخفيك سرا، انا كنت مقدم القصة وناسي الموضوع تماما. يعني قدمتها وكتبتها وحطيتها في الاول، واضافه الى ذلك مش قلطه والله العظيم، لكن هو ده اللي حصل. يعني الكتابه بتاعت القصه دي كانت درافت واحد، يعني انا كتبتها مره صححتها لغويا بعتها ما بصيتش فيها تاني، وكنت رايح وانا عارف ان انا من ضمن ال20 اللي كسبانين وهينزلوا في الكتاب. وفجاه وانا على الباب بستلم تذكرتي ان انا موجود في الصفوف الاولى من المسرح الكبير في دار الاوبرا. عادي في ناس تانية جنبي، كتاب عظام وناس صاعدين بقوة وناس من الوسط الثقافي وناس معروفة، يعني في نفس الصف ده كنت قاعد فيه، كان محمد عصمت مثلا قاعد في أول الصف، وكان أسامة عبد الرؤوف الشاذلي قاعد مع حفظ الألقاب للجميع يعني، وإسلام وهبان وناس كتيرة جدا من الوسط الثقافي كلهم كانوا قاعدين في أول صفين. وتبدأ إعلان الجائزة يا صديقي الفاضل، ونعرف بقى ساعتها المفاجأة اللي ما كناش نعرفها، إن ال20 كلهم هيستلموا درع اي ريد اوورد وشهادة تقدير ممضية من لجنة التحكيم المكونة من أحمد مراد
محمد صادق، نور عبد المجيد، حسن كمال، أحمد العيدي، ولكن الكلام ده لحد المتسابق الرابع، يعني من أول الـ20 لحد الرابع. التالت والتاني والأول هياخدوا جوائز مادية. فضلنا ماشيين بقى، أدي الـ15، العاشر، السابع، الثامن، الرابع، الله 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 الله. طب أنا اسمي ما بيتقالش يا جماعة. وفاجأ يا باشا، زي ما وريت لكم كده في اللايف اللي انا كنت عامله، احساسي بدأ يضرب وبدأت اقرب. لا هي بص، هي كده يا كده. ولقيته بيقول لك بمنتهى الصراحه، المركز الاول قصه انتحار الرب طارق عز. مش قادر اقول لك الفرحه كانت عامله ازاي جوايا، كنت بتنطط حرفيا يعني، وبترب على المسرح. وانت عارف انا اتعودت ان اقف قدام كاميرات وبتاع. واشاده لجنه التحكيم بعد كده بقى، بعد ما الحفله خلصت وقعدنا نتكلم معاهم في الريسبشن، وقد ايه هم كانوا مهتمين بان هم يتعرفوا على الاشخاص اللي كتبوا الحاجات دي، قد ايه هم كانوا بيدوروا على الافكار المختلفه، على الصياغه الادبيه، على اللغه. الحمد لله رب العالمين، ده كان انتصار كبير بالنسبه لي وانا سعيد بيه جدا جدا. تعالى بقى اكلمك شويه على الكتاب نفسه. الكتاب فيه 22 قصة زي ما قلنا، الى 20 قصة الفائزين بالمراكز الاولى، واثنين هدية، واحدة من شيرين هنائي، واحدة من محمد فتحي. انا اضمن لك ان انت لما هتمسك هذا الكتاب هتخرج على الاقل ب10 قصص ترضي شغفك، مهما اختلفت اذواقك او نيتك او اتجاهك الادبي ايه. لان هم راعوا في اختياراتهم للعشرين قصة ان هم يتناولوا الموضوع من اكتر من جهة، فهتلاقي ناس بيبصوا لها من منظور فلسفي عميق للغاية، زي قصة المركز الثاني مثلا بتاعت مصطفى منير. قصتي حلوة، قصتي حلوة، انا ما اقدرش انكر، انا شخصيا معجب بيها. بعد ما قريتها كمان لما اتطبعت حسيت لا ده فيها حاجات حلوة، وبيني وبينك انا في حاجات انا مش عارف انا كتبتها ازاي. فانا بقولها صراحة، لو انا ما كنتش تناولت القصة من المنظور ده كانت لازم قصة مصطفى منير هتبقى في المركز الاول. قصة المركز الثالث كويسة قوي برضو، هتلاقي قصص بتتناول الموضوع من منظور مختلف، زي مثلا قصة 91 دقيقة اللي بتتناول الموضوع من منظور الإلحاد والإيمان في آخر 24 ساعة. هتلاقي قصة بتتناول الموضوع من منظور السرفايفل، المتوقع يعني أبوكاليبس وهيضرب الأرض ولازم نلحق نفسنا والمحرقة وما إلى ذلك. هتلاقي ناس بتتناول الموضوع من وجهة نظر كوميدية، وشيت كمان طبعا بقصة محمد فتحي وقصة شيرين هنائي. قصة محمد فتحي يعني قصة أبوكاليبس كئيبة زي ما الكتاب بيقول، وقصة شيرين هنائي بقى كمان يعني الوان تو الغريب اللي حصل لا إراديا، إن أنا وهي بنتناول الموضوع من وجهتي طرف العملة، من الطرفي النقيض للعصا. هتلاقي في قصص بتتناول الموضوع من منظور انساني ممتع جدا، طبعا في قصص سوداويه كئيبه بما يليق بالحدث يعني. طبعا هو في موضوع يمثل ميزه وعيب في نفس الوقت في العمل ده، ان في 22 كاتب في العمل، فانت حرفيا بتقرا ال 22 كاتب وبتطلع على 22 نفس بشريه جوه كتاب واحد. ده ميزته بان انت بتشوف افكار مختلفة، تناول مختلف، الفكرة واحدة وكل واحد بيبص لها من منظور. فحرفيا الى 22 قصة مختلفين عن بعض، محدش بيشوف الموضوع من نفس الزاوية. العيب بقى هو نفس الكلام، ان انت ممكن واحد يعجبك اسلوبه وطريقته في الكلام، طريقة سرده، واحد ما يعجبكش، واحد يتكلم بطريقة بلغة صعبة تقيلة معقدة، واحد لغته سلسة سهلة، واحد السرد عنده كتير والحوار قليل، واحد العكس، واحد الحوار عنده بالفصحى، واحد الحوار عنده بالعامية وما الى ذلك. فده عامل تواتر لصالحك وضدك في نفس الوقت. لصالحك في ان انت هتستمتع بان انت تشوف افكار مختلفة ورؤى مختلفة لنفس الموضوع، وضدك بان انت ممكن تلاقي فيهم حاجات ما تعجبكش. نوصل بقى لاخر نقطة في هذا الموضوع، وهي المفاجأة اللي انا عاملها لك. كتاب اليوم الاخير سعره رسميا على موقع اي ريد ب60 جنيه مصري غير شامل مصاريف الشحن. الكود بتاعنا اللي موجود في ديسكريبشن هذا الفيديو الخاص بينا لوحدنا على قناة كوكب الكتب، لما تدخله مش هتاخد الخصم المعتاد بتاعنا 10%، لا الخصم ارتفع الى 15%، والكلام ده مش في كتاب النهاردة بس، بل مستمر معانا إلى الأبد إن شاء الله. يعني ده أو أي مشتريات النهاردة بكرة بعده، إحنا خدنا خصم دائم لينا بنفس الكود بتاعنا، ولكن من 10 ارتفع إلى 15. هنتظر منكم تجيبوا العمل وتقولوا لي إيه رأيكم في الفكرة، إيه رأيكم في تناول الناس، إيه القصة اللي عجبتكم وإيه القصة اللي ما عجبتكمش. وهستنى طبعا رأيكم في قصة العبد لله انتحار الرب الفائزة بالمركز
المركز الاول الحمد لله رب العالمين. وانت عارف احنا متعودين على الصراحه، وده وضع طبيعي، مش معنى انها فازت وان في لجنه وان انها حاجه خارقه، لا عادي جدا. في ناس كتاب ولهم ثقلهم في السوق قروا هذه القصه وما عجبتهمش، لان احنا بشر وكل واحد فينا ليه تناول مختلف لنفس الفكره، كل واحد فينا بيتذوق الموضوع من وجهه نظر مختلفه. عشان كده انا منتظر اعرف رايك في التعليقات زي ما احنا متعودين. زي كان احسن تعليقات ترشيحات ومراجعات بتطلع من مجتمع كوكب الكتب، يعني انت ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتدعمني بلايك وتشير هذا الفيديو. اما بقى لو عايز تشبع القارئ اللي وراك وتختار كتابك اللي جاي صح، فهيظهر قدامك على الشاشه دلوقتي تغطيه حفل اي ريد. روح اتفرج عليه، اشوفك هناك، سلام.